تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست كالعادة مع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي لليوم، نبدأها بعد العناوين. من ساروجا إلى مشقيتة، حرائق تلتهم غابات في اللاذقية وناشطون يقولون إن الفاعل واحد. وأيضا من مواضيعنا، عرفت أن هذا المكان ليس لأمثالي. بشار إسماعيل ينشر صورة فاتورة مطعم كبيرة ويقول عندما حاولت الاعتراض قالوا هس وأشاروا لفوق. الغابات تحترق، ربما لم يعد هذا الخبر يدعو لاكتراث بشار الأسد كما في السابق، بعد أن بات يظن أنه أطبق الطاعة على مواليه عندما تصدر سابقا الشو الإعلامي هو وزوجته أسماء حين وصل الحريق إلى القرداحة. فنشرت معرفات رئاسة الجمهورية جلسة تصوير للأسد على بقايا ما أجهزت عليه النيران، مكيلا الوعود تلو الأخرى للأهالي وقت ذاك. أما اليوم فالأسد على ما يبدو مشغول، فهو يلتقي في قصره ألكسندر لافرانتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له لمناقشة ملف مستعجل وعلى غاية من الأهمية، هو ملف عودة اللاجئين السوريين. بينما اندلعت حرائق في عدة مناطق بمحافظة اللاذقية غربي سوريا وسط محاولات الأهالي ومؤسسات مدنية لتطويق النيران التي يخشى من انتشارها على مساحات واسعة بسبب قوة الرياح وارتفاع معدلات درجات الحرارة. محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال قال إنه لم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن أي إصابات، في حين تم إخلاء عدد من المنازل وبعض المزارع التي حاصرتها النيران، وذلك لضمان سلامتهم وتم نقلهم إلى مراكز الإيواء بشكل مؤقت ريثما يتم إخماد الحريق. وأيضا بيّن هلال أنه تم التواصل مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وطلب تقديم مؤازرة من فرق الإطفاء التي بدأت تصل تباعا وتنسق عملها مع منظومة الإطفاء. بدوره أوضح مدير الزراعة باللاذقية باسم دوبة، أوضح أنه مع انتشار هذه الحرائق واتساع رقعتها تم توزيع جبهات العمل التي يتم العمل فيها بالتوازي لتطويق النيران، مؤكدا أنه مع حلول المساء بدأت سرعة الرياح تنخفض ما يساعد فرق الإطفاء في السيطرة على النيران، خاصة مع بدء وصول فرق إطفاء من فوج طرطوس وزراعة طرطوس بانتظار وصول فرق مؤازرة من محافظات أخرى التي يمكن أن تساعدنا في تطويق النيران بسرعة، ومعربا عن أمله أن يتم إخماد الحريق مع ساعات الفجر. لفت دوبا أيضا إلى أن سرعة الرياح وتضاريس المنطقة الجبلية الوعرة أسهمت في اتساع رقعة النيران وامتدادها على مساحات واسعة، مؤكدا أنه بالتزامن مع ذلك اندلع حريق آخر في نطاق بلدة ربيعة. إعلام النظام نشر فيديو لمحافظ اللاذقية عامر هلال في أثناء إخماد هذا الحريق، نتابع ونعود. نزار دوجي ما هو من المنطقة وخلفه على المنطقة، هو من هون يعني، هو من المنطقة بيشتغل، كلنا دخلتنا عليه اللي هو الغابة حرمته تجارنا 7 سنين صار له، انا ماني من المنطقة بس خلفي علي، كلنا دخلنا عليه بس احنا دافعين ثمن 7 سنين تجارنا طيران يعني على هاي فجر لغم بتولع.
إذن هو ذات المسلسل في كل عام في مثل هذا الوقت من السنة تندلع هذه الحرائق، حرائق الغابات تحديدا. إعلام النظام ذكر أن هذه الحرائق اندلعت في الغابات بين قريتي مشقيتة والسركسية بريف اللاذقية الشمالي، في حين اندلع حريق آخر في محيط بلدة ربيعة وفق وكالة سبوتنيك. وأيضا بحسب الوكالة شاركت الطائرات الروسية في إخماد حرائق الغابات في اللاذقية، ما يشير إلى اتساع مساحة الحرائق وخوف موسكو من وصول النيران ربما إلى مناطق وجود قواتها في ريف المحافظة. كأنه بواقر أو شيء الدوزان. حالة سخط كبيرة وحالة تذمر كبيرة كانت في أوساط الموالين، خاصة هذا المسلسل كما ذكرنا قبل قليل هو مسلسل متكرر في كل عام في مثل هذا الوقت. بشار برهوم الناشط الشهير الذي دائما ما يعني يعلق، نعود لبشار برهوم لاحقا. نبدأ بمثال، مثال حيدر تقول أن ما يحدث أو إنما يحدث يفوق قدرتنا على التحمل، جبال اللاذقية إننا عاجزون لا عاد تقولوا حرائق مفتعلة دخلكم، اللي افتعلوا الحرائق في السابق حسبتوهم، أخذتوا احتياطاتكم. هدى تقول الوجع ما عم يخلص، أي عقاب وماذا فعلنا نحن شعب سوريا بردا وسلاما للاذقية؟ حرائق متفرقة تلتهم مساحات أراضي في كل من مشقيتة وغمام وعين الزرقاء والسركسية. أما رانيا فتتساءل شو عم بيصير بهالبلد، غلا وحريق هون وهون وموت شبابها، الله يتلطف فينا أحسن شيء. ما يزال السخط الشعبي بعد انتهاء الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب، والتي كان من المنتظر يعني بين قوسين أن تأتي بحلول لتدهور سعر الصرف والأزمة الاقتصادية، ما يزال هذا السخط يسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي الذي بات الناشطون يجدون فيه متنفسا ربما للواعجهم. فبعضهم ينعتون الجالسين بالمصفقين، وآخرون يصفونها بالمهزلة والضحك على الذقون وسط استمرار ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات بشكل عام. بشار إسماعيل الممثل المعروف يشتكي كالعادة ويتذمر كالعادة، هذه المرة اشتكى من ارتفاع فاتورة الغداء الذي تناوله مع عائلته في مطعم فاخر في اللاذقية يدعى فيو، حيث تمت الإشارة إلى مالكه، وهو بحسب تقارير إعلامية كان مستثمرا من قبل رامي مخلوف، لكن بعد إلقاء الحجز على أمواله أصبح هذا المطعم على ما يبدو أصبح مملوكا لشخص آخر أعلى منه، وهو على الأغلب أسماء الأسد أو سيدة الياسمين كما يسميها إعلام النظام. نعود لمنشور بشار إسماعيل الذي كتب في هذا المنشور، يقول هذه الفاتورة التي أوقفت قلبي عن الخفقان وحكيت بس مباشر غير مكتمل لعدم وجود تغطية لأحكي لكم القصة. الفاتورة شخصين، أنا وزوجتي في مطعم الفيو وقية لحمة، صحن حمص، صحن سلطة، صحن متبل، وتزهرمت ثلاثة بيرة إن شاء الله سم الهاري. بكل كبرياء طلبت الفاتورة وكانت المصيبة الكبرى 466,640 ليرة، إلا شوي شعرت بدوخة، حاولت الاعتراض ولكن الجميع في السماوات والأرض قالوا لي هس ولا حرف. سألتهم بخوف ليش بالإشارة
للمطعم رفعوا إصبعهم لفوق، نظرت لفوق لم أرى أحد، فخمنت أنه المطعم لعزرائيل، فدفعت الفاتورة وأنا ألعن نفسي على هذه الغلطة، وعرفت أن هذه المطاعم ليست لنا نحن العبيد، وعرفت أن مطعمي أنا وأمثالي بمحيط حاويات القمامة، قمامة إسماعيل يوقع كعادته. ربما يجب ألا يستغرب بشار إسماعيل من هذه الفاتورة، فإذا كانت هذه هي كلفة وجبة الغداء في المطعم، فكم تبلغ كلفتها لعائلة سورية عادية في هذا الوضع وفي هذا البؤس الذي يعيشه الشعب السوري؟ نتابع هذا الاستطلاع لنعرف. 5 أشخاص يعني 900,000 إذا غدا. غدا يعني شيء 400-500 على كل واحد تقريبا 100-120,000. يعني تقريبا على الشخص 50,000 هلا. شيء 300,000. اليوم عم نحكي بغدا، وإذا في لحومات عم تحكي فوق 300 أكيد يعني. أما إذا وجبات وشيء من قريبه إيه 200. اليوم الصبح أنا فطرت أنا وزوجتي وعندي 3 أطفال. تمام فطور بس كانت الفاتورة شي 250,000 هذا فطور. غدا يعني بدك تقولي فوق 100، فوق 100 على الشخص. هلا إذا وجبات يعني 600,000، إذا غدا يعني 900. 5 أشخاص إيه 1,000,000 أو هيك شي. إذا مطعم إحنا عراقيين أسعار مناسبة تمام، بس على الشعب السوري يكون أغلى، لأن الشعب السوري العملة اللي تختلف عن العراق، فاحنا الحمد لله والشكر يعني منحسها غاليه. 125,000 لو شخص واحد بالمطعم. اما اذا تاخذي بس وجبه وعصير قصدك يعني بين 70 و80. اي الاقل وجبه لانه هلا تقريبا شيء 60 يعني شيء 1,500,000 ل5 أشخاص تقريبا على حسب كمان المطعم. اذا هذه هي التكلفه. الديب ابو صافي يعلق يقول لبشار إسماعيل طبعاً، يقول له: يا أستاذ إسماعيل، ما حبي واحترامي، هي محلات المقاومين والممانعين، ولازم اللي مثل حضرتك ومثلنا ندفع فواتير هالمقاومة. أما وسيم فيقول: أستاذ، هذا رقم موبايل ولا فاتورة؟ يا محمد شو هاد؟ أيضاً هنا هذا الحساب يدعى جيلدا، يقول: شو عدا ما بدا، ما بتفرق مع حدا، صرنا بدنا نبيع الماس، الخواتم، الذهب، المناجم، تندفع بالمطاعم فاتورة الغداء. مين من العبقري زياد الرحباني؟ شريف كتب يقول: بيطلع لك واحد هون وبيقول لك: هذه الأرض تستحق الحياة، تعوا عيشوا عيشتنا. وأكيد رح تشتهوا الموت وما رح تلاقوه مثلنا. ما زلنا في جو التذمر الشعبي من الأوضاع المتردية بشكل عام على عدة أصعدة في مناطق النظام، حيث سبق أن تناولنا في ريبوست هنا فيديوهات لناشطين من اللاذقية وهم يهاجمون النظام، بل وبعضهم يتجاوز الخطوط الحمراء ويهاجم الأسد بعينه. اليوم نحن على موعد مع صوت جديد، ربما أديبة إعلامية شاعرة، هكذا تعرف عن نفسها، تدعى لما توفيق عباس، وهي أيضا رئيسة تحرير موقع يدعى زنوبيا الإخباري. خرجت لما في بث مباشر يوم أمس وألهبت الجماهير الموالية، حتى أنها تعرضت لاتهامات جمة بالخيانة والتحريض، خاصة أنها تناولت في هذه المرة بسقف مرتفع السلطة في سوريا. هاجمت لما بكلام ناري النظام، وأقرت ردا على أحد المعلقين لديها، أقرت أنها تقوم بتحريض الشعب على الثورة. تابع. لك ما حدا تجرأ يطلع، لك عم نتعرض نحن وصلنا لمرحلة للدرك الأسفل بكل شيء، شعب عم يموت، عم يقبل إنه ابنه يموت من الجوع أمامه، لا دواء، لا أكل، لا كهرباء، لا مي، لا تدفئة، ولا أي شيء. شو اللي مصبرك؟ شو اللي مسكتك؟ شو اللي خلاك كل هالوقت تسكت؟ طبعا ان كانت السلطة او الحكومة او القيادة او مجلس الشعب او المسؤول او مين ما كان، لما بده يشوفك ساكت بلش بضربك بسكين، تاني شي قطع لك ايدك، تالت شي قلع عينك، رابع شي ضربك بقلبك وانت ساكت، ما عاد عم يشوفك اساسا، انت غير موجود عنده أساساً، ما بيعتبرك أنت مواطن، ما بيعتبرك أكثر من قطيع
ليس عليك إلا أن تمشي وراءه. عجبك منيح ما عجبك لجهنم، محمول حالك وانقلع وهاجر. في شرائح من من الشعب وصلت لمرحلة الاستغاثة وما حدا عم يرد عليها. جرح الحرب، ذوي الشهداء، لك ما في ماء في الوجوه بقيت، في فجور، في فجور بكل شيء، في فجور بتحييدنا، في فجور بتهميشنا، في فجور بتدوس علينا. أكثر من مرة كتبت: إذا رضيت أن تكون حشرة فلا تلوم الناس إذا داست. إذا أنت ما طلعت صرخت بحاجتك وبجوعك وبالحال المتردي اللي وصلت له، مين بده يطلع يحكي عنك؟ أنا أول الناس إذا كنت ظالمة لما بدي أظلم وأذي وشيل وحط وبدي شوف الآخر ما عم يوقف بوشي، فبدي اتمادى بكل شيء. وصلنا نحن للقاع وللدرك الأسفل، والقادم لسه أعظم، والقادم لسه أعظم. لك يا عمي السوريين قالوا كلمتهم يا ابن العم هون على الفيس، هلا بيطلع لي واحد غبي وواحد أحمق بيقول لما عباس عم تحرض الشعب، ولك ايه عم حرض الشعب أنا. نعم عم تحرض الشعب وقبضانة ومتعاملة ومتآمرة وعم تتعاملي مع الموساد. كل هذه الاتهامات وجدت بالفعل في الرد على لما في التعليقات، وهي يعني اتهامات توجه لأي شخص ربما يرتفع صوته قليلا. ربما البعض سمع عن لما عباس في وقت سابق، حيث ارتبط اسمها بالفنانة السورية الراحلة مي سكاف، عندما شتمت مي وشمتت بوفاتها وكتبت منشورا على صفحتها في فيسبوك وقتها تفتخر بماذا؟ بإقدامها على ضرب مي في حي الميدان الدمشقي في بدايات الثورة، حيث وصفتها بأنها أتلي للموت، زاعمة أن الأمن الجنائي كان يريد اعتقالها على تصرفها هذا. ولكن العميد راغب البطاح ومجموعة أسود سوريا الوطنية بحسب تسميتها حملوها على الأكتاف بعد أن مسحت دم مي عن ثيابها ونزعت شعرها عن يديها، مدعية أن الفنانة الراحلة عندما رأتها مرة ثانية قرب وزارة العدل هربت من عباس. ولما عباس تدعي أنها تعمل في مجال الثقافة والأدب والنشر الإلكتروني. لما لم تكتفي بالهجوم على السلطة في سوريا، بل طال هجومها الحلفاء في إشارة إلى روسيا وإيران، وإلى روسيا تحديدا على وجه الخصوص، إذ قالت إن هذا الحليف، كانت تخاطب الأسد على ما يبدو، دخل لأنك كنت غريء، في إشارة منها إلى النظام. نتابع اللي صار مبارح. التمثيلية اللي صارت مبارح، تمثيلية مجلس الشعب، واللي صار بصراحة كان مؤسف للغاية، هو لا صدمة ولا اندهشنا فيه، لأنه بالأساس منعرف نحن تركيبة مجلس الشعب عنا. يعني مبارح التمثيلية اللي صارت، ولك يا أخي نحن قبلانين، يعني حقيقة أنه لك مثلوا علينا، يعني أنه حاولوا تقنعوه، اقنعوا هالشعب المهتري الملعون أفطاسه المكلوم المقهور، لك اقنعوه بس قليلا، ولا بأنه أنتوا يعني بتحترموه، أنه أقل ما يمكن أنه شايفينه. بلش هلأ للأسف بلش مسلسل هلا الحرائق بالساحل. لك أنو حليف؟ لك نحن ما عنا حليف، لك الحليف بيوقف معك، الحليف بيجي ليساعدك ليسندك، لك الحليف اللي بيملك أكبر حقول الغاز بالكرة الأرضية وأنت ما عندك غاز، الحليف اللي عم يساعد الدول المجاورة بالقمح وقاطع عنك القمح،
لك هذا ما له حليف، هذا دخل لعندك بعد ما غرقت، خلاك تغرق سنين، دخل لعندك لحتى يستثمر من أجل مصالحه، ليستثمر عندك، ليستعمرك، لياخد خيراتك. أنا الحليف شو عم يعمل عندي؟ أنا الحليف دمرني، أنا الحليف دمر بلدي، تركني أغرق 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 أغرق، وبعدين أخذ اللي بده إياه بدون ما أقدر أقول له لا، لأني أنا بحاجة إنه يوقف معي. أنا مالي حمارة، بدكم تقنعونا إنه بفعل فاعل؟ وين الحليف يجي طفي مثل ما طفى بتركيا وطفى بإسرائيل وطفى بالدول الأخرى اللي صار فيها حرائق؟ عموما أنا إن كان للقيادة أو للسلطة أو للمسؤولين أو للحكومة أو لمجلس الشعب، والله ناقوس الخطر عم يندق، يدق ناقوس الخطر منذ سنوات. إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست اليوم، مشاهدينا غدا لقاء جديد بتمام السابعة بتوقيت دمشق، إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله.